اشتقنا للشام وهوا الشام. اليوم حابة أعمل فطور جزء منه، نحن أطباقنا كثيرة. اليوم رح أورجيكم كيف بعمل الفول على طريقتنا. طريقة عمل الفول، حطيت زيت زيتون بالطنجرة، عندي الطنجرة حامية. أنا بدي البصلات يشقروا بسرعة بيعطوا طعمة حلوة للفول. البهارات استعملت كمون، فلفل حلو، فلفل حار أو تشيلي باودر. بحركهم منيح بيعطوا أروما حلوة. الفول استعملت فول علب، أنا بغسله وخليت شوي للزينة. حطيت عصير ليمون، المقادير كلها موجودة بالدسكريبشن مع الفيديو. أنا هون استعملت اللي بتهرس البطاطا، فيكن تستعملوا شوكة إذا بتريدوا. دقتها شفت ناقصة ليمون، حطيت كمية الليمون الباقية وحطيت معلقة زيت زيتون ولقيتها ناشفة، فضفت لها شوية مي. بدكن ياها لا مريقة ولا ماسكة. وطبعا ضفت القسم الفول اللي تركته للتزيين وزينتها، وكل واحد كيف بيحب يزين صحنه. طبعا البقدونس والبندورة، وحطيت رشة كمون فوقها. طبعا عنا بالشام على الفطور لازم بيض مقلي بالسمنة البلدي. هون ما في سمنة بلدي، جبت سمنة نباتية. كانت دائما ماما تعملنا البيض المقلي على سمنة حامية. كمان بفطورنا منحط لبنة وعليها رشة نعناع يابس وزيت زيتون. ما بننسى المقدوس، أنا عامل المقدوس، إذا بتحبوا الوصفة فبعمل فيديو عنها. الجبنة، الحلاوة بالفستق، البيض عليه قلب لسوريا، قلب للشام، اشتقنا للشام كتير. هذا فطورنا الشامي أو جزء منه. طبعا تابعونا للآخير لا مشاهد مضحكة صارت معي وأنا عم صور. شكرا لكم، باي. شو بدي أقول؟
1 2 3